أنوه الآن إلى هذه الصور التي وردت قبل قليل للقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي وصل إلى جدة للمشاركة بهذه القمة على رأس وفد رسمي كان له لقاء. سنستمع إلى مقالة. في الوفد شارك نائب رئيس أنا جديد في هذه الوظيفة ولكنني أعمل جاهدا للتعرف على كيفية مد الجسور وتوطيد العلاقة بين بلدينا. أنا أيضا جديد في هذه الوظيفة وربما نستطيع أن نقوم بالعمل بشكل سريع. شكرا جزيلا.